الحمد لله الذي أجرى أقدام عباده على الأرض بحكمته وبست الأرض على ماء جمد بإرادته ورفع السماوات رغم ثقلها بلا عمد بقدرته ومن سلطانه وجبروته على الخلق جعل الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات وأزهار هن الذهب السبيك على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك يا إلهي إن النجوم تسبحك والقمر يذكرك والشمس سجدت لك لعظمتك وجبروتك ولكن يا إلهي نتوسل إليك برحمتك إن كانت حرارة الدنيا فما ظننا بحرارة الآخرة يا إلهي خلقت الإنسان ضعيفا وهو لكونه جبار في الأرض ولكن القلب الضعيف يتمنى أن يكون الإله به لطيف يا إلهي حارت عقول أولي النهى في بيدان صفاتك والكون كله رغم إشارتك وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبها يا ربي كيف ما شئت وكيف ما تشاء وأصلي وأسلم على من ختمت برسالاته الرسالة وفرح به الأرض والسماء بمولده صلاة وسلاما على النبي الكامل والسراج الشامل صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والموقف المشهود سيدي يا رسول الله وأنا واقف بين يديك ماذا أهدي إليك وكل شيء قليل عليك ولم أجد إلا الصلاة عليك فاللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله أيها الإخوة المؤمنون دعوني أسعد بحضراتكم في بداية هذا الجزء المتبقى في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها الفقيد الراحل الذي عاش الحياة بحلوها ومرها وصبر على مرضه كان نعم الزوج لزوجته ونعم الوالد لأبنائه وشهد هنا الجميع له بالخير الله أسأل أن يجعل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على قبره وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ومشاركة إلى أسرة الفقيد الراحل المرحوم بإذن الله تعالى الحاج مصطفى أبو اليزيد القزعة مشاركة إلى الأستاذ محمد مصطفى القزعة والأستاذ أحمد حلمي جبريل الدكتور علي القزعة والحاج عبد العزيز القزعة أسرة الفقيد الراحل الحاج محمد القزعة شاكرا لصاحب الدعوة الأستاذ طاهر الشافعي أستاذ أحمد الشزلي أصحاب الواجب في كل مكان ولقد شرفت في هذه الليلة القرآنية المباركة بعلمين من أعلام دولة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي شرفت بذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير ملك المقامات ومحرك القلوب والأكثر شعبية دولية صاحب صوت الجميل والأداء المتميز فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية
شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير القارئ الحافظ على الإجازة العالية في فن تجويد كتاب رب العالمين أحكاما وتلاوة كروان محافظة الشرقية وسفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي كله فضيلة العلم الإذاعي الشهير الشيخ عزة السيد راشد قارئ والمقيم بكفر أباظة مركز الزقازيق محافظة الشرقية مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفن الإضاءة الحديثة لؤلؤة السرادقات والخيم المكيفة كإدارة حج علي جمال السويعي وأولاده مقيمين بشبين الكوم أمام مسجد المتولي. إخوة الإيمان والإسلام والآن نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة فضيلة العلم الإذاعي الشهير الدكتور عبد الناصر حرك سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أنا رسول
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تقم مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا
يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي يعصمني من الماء قال لا عاصم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماء السماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين
نادى نوح الرب ونادى نوح الرب فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين حاضر حاضر نمهالك حاضر ونادى نوح الرب ونادى نوح الرب ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك قيل يا نوح اهبط بسلام بسلام منا وبركات عليك قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم
سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
يغفره. إن أنتم إلا مفترون. إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني. إني توكلت على الله على الله ربي وربكم ما من دابة
إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صدق الله العظيم. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من سورة هود وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها رمز الأدب والواقف في كل مكان. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاتر على قبره وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير ملك المقامات ومحرك القلوب والأكثر شعبية دولية القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفن الإضاءة الحديثة أفخم قصور الضيافة المتنقلة والخيم المكيفة في إدارة الحاج علي جمال السويعي وأولاده مقيمين بشبين الكوم أمام مسجد المتولي. ومشاركة مع البث المباشر ومصور هذه الليلة القرآنية المباركة المهندس الكبير عبد الرحمن حجازي. أسرة الفقيد الراحل الحاج مصطفى أبو اليزيد القزعة قدم الأستاذ محمد مصطفى القزعة والأستاذ أحمد حلمي جبريل دكتور علي القزعة حج عبد العزيز القزعة محمد القزعة. شاكرا لصاحب الدعوة الأستاذ طاهر الشافعي والأستاذ أحمد الشزلي أصحاب الواقف في كل مكان. قدمونا جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء.